رجع لنا مرة تانية سيادة المستشار نادر سعد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذة لبنى، أهلا أهلا وسهلا بحضرتك. بحضرتك سيادة المستشار، يمكن من خلال أخبارنا كده عرضنا بعض العناوين المتعلقة باجتماع الحكومة النهاردة وإزاي هيتم تنفيذ مبادرة الرئيس. كلمني عن تفاصيل أكتر، إيه الخطوات التنفيذية على الأرض وإزاي الحكومة هتشتغل لتفعيل ده؟ طبعا المبادرة النهاردة يعني احتلت قسط وافر من مناقشات مجلس الوزراء في أول اجتماعاته في العام الجديد. أيوة فهمت. رئيس الوزراء وجه تكليفات طبعا لكافة الوزراء بالعمل لتقديم خطة واضحة وسريعة لكيفية وضع هذه المبادرة المتميزة موضع التنفيذ. من خلال يعني الجهد المشترك زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة. ودي رسالة أخرى من الرسائل التي تضمنتها يعني رسالة السيد الرئيس اليوم، لأن بعض الجهات الخارجية اللي كانت دائما بتردد إن مصر ضد العمل الأهلي أو ضد الجامعات الأهلية، هذه مبادرة تقوم أساسا يعني مبادرة رئاسية من السيد رئيس الجمهورية وتقوم بالأساس على يعني جهود المجتمع المدني والعمل الأهلي. الوزراء المعنيين والوزراء المعنيين هنا تقريبا كل وزراء الحكومة، لأن كل الوزارات يعني ستعمل على هذه المبادرة، سيقومون خلال الفترة القادمة بتقديم يعني المقترحات الخاصة بتفعيل المبادرة ووضعها موضع التنفيذ. وزيرة غدوالي ستعقد اجتماع غدا مع مؤسسات المجتمع المدني. طبعا يعني مش هنبدأ من الصفر، لأن الوزيرة بالفعل لديها بيانات تفصيلية عن خريطة الفقر في مصر والمناطق الأكثر احتياجا وتوزيعها ما بين الدلتا والصعيد. ستستمع منهم غدا حول يعني المبادرة وكيفية تنفيذها، المناطق التي يعني يرون أن نبدأ بها بالتنفيذ. لكن دعني أقول يعني العبارة التي وردت في رسالة السيد الرئيس اليوم وهي المتعلقة باستنهاض عزيمة الأمة. أيوة فهم. هذه العبارة يعني مهمة للغاية، لأنها تعني هنا أننا نريد طاقات الشباب أن يعني تندمج في هذه المبادرة، نريد أفكار الشباب وأفكار المواطنين المصريين، لا نريد فقط يعني مبادرة تقوم على جمع تبرعات، وطبعا التبرعات مرحب بها في أي وقت، لكن ما يجعل هذه المبادرة مختلفة أنها تخاطب جهد الشباب وفكرهم الإبداعي. الكثير من الشباب في المناطق المحرومة لديهم أفكار عن كيفية تطوير هذه المناطق، لكن ينقصهم ربما يعني في معظم الأحوال التمويل، كيفية تطبيق هذه الأفكار ووضعها موضع التنفيذ وإطار تنظيمي، يعني بس نحن نوصل للشباب ندعمهم نبقى وراهم، يعني بيبقى محتاجين برضو التوجيه علشان نفعل هذا الكلام. مظبوط، يعني أفكارهم التي كثيرا ما لا تجد من ينصف لها يعني أو لا تجد طريقا للتنفيذ، سيتم الاستفادة من هذه الأفكار كيفية تطوير مجتمعاتهم المحلية، لأنهم هم الأقدر على أنهم يقولوا للمجتمع المدني والحكومة إزاي يطوروا المجتمعات دي، لأنهم اللي عايشين هناك على الأرض وهم أكثر دراية بما تحتاجه هذه المجتمعات الأكثر احتياجا. فسيتم تجميع هذه الأفكار كلها وصياغة خطة عمل ليتم تنفيذها في يعني البدء في تنفيذها في أقرب فرصة ممكنة، ليكون عام 2019 هو بحق عام الحياة الكريمة للمصريين الذين يعيشون في المناطق الأكثر احتياجا. طيب هل محتاجين إطار تشريعي؟ هل محتاجين وحنا بنتكلم على توزيع الأدوار برضو إعلام الناس، المشاركة المجتمعية تكون يكون في قاعدة شعبية أكتر، يعني إزاي نوسع يعني هذه المبادرة أو أن الكل يكون مدعو للمشاركة فيها بالفعل ويحس أن هو ليه دور أصيل فيها؟ طبعا مؤسسات المجتمع المدني هنا والجمعيات الأهلية سيقع عليها الدور الأكبر في تعريف الناس، لأن هم المتواجدين على الأرض ويصلوا إلى جميع المناطق المحروم. يعني نشر الوعي بهذه المبادرة طبعا جزء منه الإعلام، زي ما حضرتك النهاردة يعني تحدثت عن المبادرة وأنا واثق أني هتتحدثي عنها في حلقات أخرى وستتابعي على الأرض ما يجري من تنفيذ. لكن زي ما قلت الجمعيات الأهلية هي التي ستقوم بتحفيز الشباب ولأنها يعني تصل إليهم بمنتهى السهولة. أيضا أجهزة الدولة المختلفة ستعمل على الأرض من أجل نشر الوعي بهذه المبادرة وأهميتها، ويعني نقطة البداية هنا عندما يبدأ العمل الفعلي على الأرض سيشعر الناس بقيمة هذه المبادرة، وإذا كانت الاستجابة يعني دعنا نقول 80%
ستتحول بعد، يعني يرى الناس العمل على الأرض صحيح تتحول إلى 100%. بقى في مصداقية يعني وثقة. طيب أستاذ المستشار معلش عايز نأكد على نقطة مهمة جدا حضرتك اتكلمت عنها بس تفاصيلها، لأنه دايما كنا بنقول هل إحنا عارفين نوصل للناس، عارفينهم قاعدة البيانات، الفقر متعدد الأبعاد اللي أشارت ليه دكتورة غادة والي، يعني هل عندنا صورة تفصيلية أو بيانات دقيقة عن اللي إحنا عايزين نستهدفهم؟ لا لا، يعني دعني أؤكد لك أن من خلال وزارة التضامن ووزارة التخطيط لديهم بيانات دقيقة ومحدثة عن خريطة الفقر في مصر. يعني هذه البيانات تضارع ما لدى الدول المتقدمة من بيانات عن مواطنيها وربما تتفوق عليها، لأن البرامج وزارة التضامن الاجتماعي يعني مش وليدة اليوم. وزارة التضامن الاجتماعي تعمل منذ سنوات وسنوات في قرى وصعيد مصر والمناطق الأكثر احتياجاً، وخلال تلك الفترة يعني دشنت العديد من البرامج مثل تكافل وكرامة وبرنامج الدعم النقدي في أو التضامن الاجتماعي. كل هذه البرامج يعني تقوم بالأساس على قواعد بيانات، قواعد بيانات للمحتاجين، عددهم، توزيعهم. فيعني هذه نقطة قوة ستنطلق منها المبادرة. بالظبط صحيح. مش هنبتدي من بكرة نبتدي نقول فين البيانات أو الناس فين، لا، الناس موجودين ومعروفين وأماكن توزيعهم معروفة في المناطق الأكثر احتياجا. فسنعمل من باكر إن شاء الله من خلال الاجتماع اللي ستعقده الوزيرة على البدء التنفيذ الفعلي على الأرض. تمام. طيب نقطة بقى أخيرة، يعني من اجتماع الحكومة النهاردة عرفنا أنه تم الموافقة على توصيات لجنة فيما يتعلق بقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس وتوفيق أوضاع عدد من الكنائس، كان مع 38 كنيسة 42 مبنى، وفي مدة زمنية يعني مهلة 4 شهور. كلمنا عن التفاصيل والطلبات دي كانت مقدمة بقالها قد إيه، والنهاردة تم الفصل في الموضوع ده. طبعا طلبات تقنين أو الرد على طلبات تقنين الكنائس بالموافقة، هذا يأتي في إطار القانون رقم 80 لسنة 2016 اللي نظم عملية تقنين المباني والكنائس اللي هي بنيت دون ترخيص أو تصريح من الحكومة. عدد الطلبات التي ومن ثم تم تشكيل بناء على هذا القانون، تم تشكيل لجنة للبت في هذه الطلبات تسمى اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، يرأسها رئيس الوزراء. تمام. وتعاونها لجنة أو أمانة فنية. الآلية بتعمل كالتالي: كل الكنائس التي أو المباني التابعة للكنائس التي بنيت بدون تصريح خلال السنوات الماضية يتقدم الممثل القانوني لها بطلب للحكومة لتقنين الأوضاع، ثم يعني تقوم الحكومة من خلال ممثلة في اللجنة الرئيسية واللجنة الفنية بإفاد لجنة لمعاينة المبنى للتأكد من مستوفى الاشتراطات، للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية، يعني للتأكد من عدة معايير وفقا للقانون المنظم لهذا اللي هو القانون 80 لسنة 2016. فإذا ما تبين للجنة أن المبنى يفي بالاشتراطات، أنه سليم من الناحية الإنشائية، غير قايل للسقوط، يوجد به منافذ ومخارج تفي باشتراطات الحماية المدنية، تقوم اللجنة على الفور برفع توصياتها للموافقة على احنا وافقنا على كم وافقنا على كم طلب من اصل كم يا فندم؟ هو طبعا عدد الطلبات التي تلقتها اللجنة كبير للغاية، يعني ربما يصل الى 5000 طلب. خلال العام الجاري 2018 اللجنة عقدت 5 اجتماعات وتم الموافقة حتى الان على 627 طلب منها. طبعا هذا العدد 627 طلب هو عدد كبير ليس بالهين، إذا ما قارناه بالعدد الطلبات الإجمالي ربما لا يبدو يعني كبير، لكن إذا ما أخذنا في اعتبارنا أن كل طلب من 5000 يتطلب إفاد لجنة، واللجنة دي ما بتروحش مرة واحدة، بتروح أكثر من مرة لمعاينة المبنى وكتابة تقرير فني، فيتبين لنا أن فعلا اللجنة عملت خلال عام 2018 إنجاز حقيقي بوصول عدد المباني إلى 627 مبنى تم تقنين أوضاعها بالفعل. يبقى بس أن أقول حتى المباني التي بنيت أو الكنائس التي بنيت بدون ترخيص ولم يصدر بشأنها قرار لتقنين الأوضاع حتى الآن تمارس فيها الشعائر دون أي عائق، ويعني عدم التقنين لا يؤثر بالمرة على ممارسة الشعائر.
تمام، بشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. كمان معايا على تليفون أستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان. مساء الخير يا فندم، كيف صباح حضرتك؟ طيب مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك يا فندم. أستاذ هاني، إيه بقى دور وزارة الإسكان؟ إيه نصيبها في تفعيل مبادرة الرئيس حياة كريمة؟ احنا على الفور يا فندم بدأنا في تنفيذ مبادرة الرئيس حياة كريمة، واحنا عندنا قطاع مهم جدا بيتماس بشكل يومي مع احتياجات المواطن الأساسية، خاصة أهالينا الأكثر احتياجا في قرى مصر. احنا عندنا مشكلة أو تحدي الصرف الصحي، ده كان تحدي كبير جدا بيواجه المواطنين خاصة في القرى. زي ما قلت من شوية، يمكن كان واضح حتى في بعض القرى احنا كنا بننفذ مشروعات صرف صحي في عدد من القرى كتير، وما كانش المواطن بيستفيد فيها، لأن بعض المواطنين اللي هم محدودي الدخل ما كانش بيقدر ان هو يوصل الوصله المنزليه على نفقته الخاصه. فبالتالي احنا كوزاره بالتعاون مع المجتمع المدني هنبدا بقى في موضوع الوصلات المنزليه، ده تتحمله المنظمات المجتمع المدني والجامعات الاهليه. رقم 2، مشروعات صرف الصحي هنحاول الاسراع فيها بالتعاون ما بيننا وبين منظمات المجتمع المدني. عندنا حصر كامل بالقرى اللي هي ممكن يبقى في سرعه في توصيل الصرف الصحي ليها، لان في محطه بالفعل قائمه بتخدم عدد تقريبا قد ايه يا فندم؟ هتبداوا بقد ايه؟ انا عندك طبعا الصوره كامله عارفين. عندنا 347 قريه مجهزينهم دلوقتي، هنبدا في التنفيذ في اول 13 قريه منهم على الفور، واحنا مستعدين للتواصل مع اي قريه توفر الارض اللي هي هنحتاجها لبناء المحطه. مستعدين لأي منظمة مجتمع مدني أو جمعية أهلية هتتواصل معانا ويكون فيها مساهمة معانا طبقا للمبادرة اللي هي إن احنا نتعاون. هم هيتواصلوا معاكم ولا احنا نروح لهم؟ يعني أنا بس عايزة يكون مش عارفة المرونة، أو نتكلم مع بعض ونقعد مع بعض بسرعة، ممكن يكون في منظمات شغالة في مجال معين. في مرونة أولا، في مرونة، وفي كمان تكلفات احنا متكلفين بيها عشان ننفذها كوزارات محددة. رقم 3، احنا هنتعاون مع المنظمات المجتمع المدني كلها، لان في الاخر احنا وهم هدفنا واحد، وهو خدمه المواطن وتحقيق هدف المبادره وهو حياه كريمه للمواطنين. واحنا يمكن كمان هننسق مع الوزارات المعنيه في هذا القطاع اللي هو قطاع الصرف الصحي وتوصيل الصرف الصحي لاهالينا في قرى مصر. على سبيل المثال في الجمعيات الاهليه احنا هننسق مع وزاره التضامن الاجتماعي ان هي المسؤوله على الجمعيات الاهليه بالنسبه لاعمال الاستشاريه في المشروعات ديت. هننسق مع وزاره التعليم العالي عشان يكون في تكليف واضح للجامعات المختلفه، مكاتبهم الاستشاريه تنزل على الفور تنفذ لنا الاعمال الاستشاريه. احنا هننسق مع اعضاء. طب انا عايزه برضو، واحنا بنقرا مبادره الرئيس ونفس المعنى ده اكد عليه المستشار نادر سعد، ان كل طوائف المجتمع، كل الشعب المصري والشباب، حضرتك بتذكر الجامعات، يعني ليه ما يكونش في اكيد بتفكروا عمل تطوعي من شباب هذه القرى نفسهم، ان هم يشاركوا يحسوا ان هم بايديهم بيدخلوا الخدمه لنفسهم؟ يعني هل ده وارد؟ هل طبعا يا فندم، وده احنا بالفعل عملناه في كل مشروعاتنا. احنا ما بننزل نعمل مشروعات الميه والصرف على وجه الخصوص اللي هي بتبقى متلامسه مع احتياجات المواطن الاساسيه، بيكون في دايما عندنا مشاركه شعبيه مع المواطنين اللي هم سكان المناطق دي. اولا ان المشروعات دي بتاخد وقت في التنفيذ، بنكون عايزين نوفر ارض في تنفيذ المشروع ده، لو ما كانش في ارض املاك الدوله، فبالتالي بيبقى عايزين ارض من المواطنين انفسهم. فبالتالي بنعمل ندوات توعيه باهميه المشروعات دي، وفي نفس الوقت لازم بيكون في توفير قطعة الارض المحتاجه. احنا المشروع الاكبر اللي بننفذه دلوقتي اللي هو مشروع صرف الصحه في قرى مصر اللي ممول من البنك الدولي، قايم في جزء كبير منه على المشاركه الشعبيه وان احنا نوعي المواطنين. تمام. وتنزل فرق من وزاره الاسكان ومشاركات المياه والصرف الصحي التابعه للوزاره توعي المواطنين وتعمل معاهم حوار شعبي على اهميه مشاركتهم كمان معانا في تنفيذ ومتابعه مراحل تنفيذ وتوقيتات تنفيذ المشروعات دي. طيب لو اتكلمنا في محور تاني برضو شغالة فيه وزارة الإسكان، أنا عارفة طبعا الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق العشوائية وتغيير واقع الناس للأفضل، إزاي برضو المجتمع المدني هيكون شغال في ده؟ إزاي يساعدكم؟ والله دي مبادرات جديدة أو أفكار طرحتها بعض وسائل الإعلام النهاردة. احنا الجزء اللي جاهز عندنا للعمل من النهاردة مش من بكرة،
هو موضوع الصرف الصحي ده وده اللي لان الصرف الصحي انا الخبر ده احنا كنا بنقوله من حوالي اسبوعين ولا حاجه، المبادره دي قلتوا فيه مشاركه مجتمعيه، ده هيتنفذ وهنوسعها اكتر بمشاركه شعبيه تنفيذا لمبادره الرئيس، عشان كده بنفتح مجال تاني اللي هو المناطق العشوائيه او تطوير حياه الناس، يعني حتى مش بس في المناطق العشوائيه، في بعض الشوارع في بعض الاماكن محتاجه برضو ان الناس تشوف صوره حلوه، يعني تبقى عايشه في مكان حلو. احنا في تطر بعض الافكار اتطرحت النهارده ان بلورها تدخل في مبادره سياده الرئيس، منها على سبيل المثال ان عندنا مشروع الاسكان الاجتماعي، ممكن المواطنين بيقدموا على مشروع الاسكان الاجتماعي ويبقى المواطن ده يقول انا قادر على ان انا ادفع الاقساط بتاع المشروع اللي هي بتمتد على 20 سنه ولكن مش قادر اكون المقدم، ففي بعض الجمعيات الاهليه او مؤسسات المجتمع المدني ممكن تبقى هي تتحمل المقدم ده بحيث ان احنا نوفر الحياه الكريمه للمواطنين دول، وان هم بعد كده هيتحملوا هم اعباء الاقساط السنويه الشهريه اللي على 20 سنه. عندنا في طرح اخر طرح فيه ان مشاركه منظمات المجتمع المدني معانا في تطوير المناطق العشوائيه اللي احنا شغالين عليها دلوقتي، والدوله قطعت شوط كبير فيها في بناء الوحدات السكنيه وكمان في المشروعات الخدميه، ليه منظمات المجتمع المدني ما تدخلش هي كمان بقى في مشروعات تطوير البشر؟ اذا كنا احنا نجحنا كحكومه في تطوير الحجر يبقى هم لهم دور في تطوير البشر، بمعنى ان انا اعمل دورات توعيه للمواطنين، ان انا اعمل نحو اميه للمواطنين سكان هذه المناطق، اعمل دورات تثقيفيه للمواطنين سكان هذه المناطق، اعمل توعيه بالاستهلاك الترشيد في استهلاك الميه والصرف والاستهلاك الامثل لهذه المرافق. كل الحاجات دي احنا افكار طرحت النهارده في تنفيذ الخطوات التنفيذيه. امتى على طول بقى يا استاذ هاني؟ الخطوات التنفيذيه موجوده في مشروع الصرف الصحي وانا قلتها دلوقتي. لا كل الافكار دي امتى نقعد مع الناس؟ امتى نستقر على افكار بعينها ونبتدي التنفيذ على طول؟ احنا بنتابع الزمن من بدري، طرحت النهارده وبقول من بكره هنشتغل في ايوه من بكره بالظبط كده. شكرا جزيلا استاذ هاني يونس المتحدث باسم وزاره الاسكان. كنت بتكلم مع حضرتكم قبل ما يدخل معانا مستشار نادر سعد عن وزاره الاوقاف وكلام دكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف وحديثه عن ان الجمعه اللي جايه، خطبه الجمعه اللي جايه هتكون بهذا العنوان، خدمه المجتمع العمل التطوعي وما الى اخره، ووزير الاوقاف هو اللي يعني هيقول خطبه الجمعه في مسجد الامام الحسين، والأوقاف هتكثف من جهودها في مجال الخير على مدار هذا العام. وقال الشيخ جابر طايع رئيس قطاع الديني بوزارة الأوقاف أنه الوزارة هتزود أكتر من أعمالها في مجال مساعدة الأكثر احتياجا تنفيذا واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو تقريبا موجود معنا على التليفون. أهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ جابر. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين يا استاذه لبنى. اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب وسنه جديده سعيده على كل المصريين باذن الله. عام سعيد عليك وعلى الشعب المصري كله يا فندم. يا اهلا وسهلا. طيب الشيخ طايع، الاول قبل ما نتكلم عن دور وزاره الاوقاف وهتشتغل في ايه ونصيبها من تعليم الإسلام، تعليم الأديان السماوية، التأكيد على معنى التكافل، حتى الزكاة، يعني مساعدة الأكثر احتياجا، قل لنا هذا المفهوم وأهمية العمل التطوعي وأهمية مساعدة الآخر يا فندم. نعم، وزارة الأوقاف تعمل على هذا المحور، محور البر والخيرات. الحقيقة في السنوات الأخيرة نشطت إدارات البر الفرعية في محافظات الجمهورية والإدارة المركزية في وزارة الأوقاف ودعمت الطلبة الأكثر احتياجا والأسر وأصحاب الأمراض وغيره وخلاف من كل فئات المجتمع في الآونة الأخيرة، وكذلك نحو ما يقرب من 1000 مجلس إدارة في المساجد الكبرى الآن يعمل بكامل طاقته من أجل أن يحل مشاكل الأحياء. يعني كل مسجد كبير يقع في حي، هذا المسجد له مجلس إدارة وله حساب في البنك، أموال الزكوات والصدقات تجمع من قبل مجالس الإدارات من الأهالي بالإشراف التام من وزارة الأوقاف، لكن العمل خالص وصرف من المجتمع المدني المحيط بالمساجد، يعملون على هذا ويحلوا مشاكل الجماهير. يمكن ما يدنو من 1000 مجلس إدارة في المساجد
وأكثر من ذلك في الإدارات الفرعية يمكن ما يقرب من 27 محافظة تقريبا. طب في كل شيخ طايع خليني أنا هدخل في تفاصيل ده، لكن أنا كان سؤالي في الأول إنه وإحنا عايزين نعلم الناس ويعني كتوعية أو كثقافة، ويعني يعني دي حاجة تبقى الخير ده بيبقى طالع من جوه الواحد، يعني بيبقى مش محتاج كلام، لكن يعني ما فيش مشكلة من التذكرة. أهمية المساعدة، ثوابها، الحكم الشرعي، إن إحنا نتكافل مع بعض ونساعد بعض، ديننا بيقول إيه؟ الحقيقة التكافل الاجتماعي يعني لا يوجد ثمة دين إلا سماوي إلا ودعا إلى التكافل بين أفراد البشر جميعا. فلذلك تجد يعني مصر بالذات العاطفة الجياشة نحو الدين والتدين تأمر وتحث على التكافل الاجتماعي. أيوة. احنا بنلاحظ هذا الأمر في المساجد الكبرى، تجد أموال قائلة وتوزع على الفقراء والفشل الكلوي والكبد الوبائي وغيره وغيره، كل هذه كل مسجد فيه تقريبا ملحق بمستوصف صحي طبي يعمل بأجر رمزي من أجل الفقراء، صدقات في رمضان، شنطة رمضان، زكاة يومية شهرية تخرج، ومرتبات من المساجد تخرج للمواطنين الأكثر احتياجا. الحقيقة إسلامنا وديننا دعا إلى ذلك هذا الأمر، وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لا يمكن أبدا الإنسان يصل إلى البر، والبر هو الجنة، لن تصل إلى الجنة إلا إذا أنفقت مما تحب، ليس ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. يعني لا يمكن أبدا الإنسان ييمم الشيء الرديء ويقدمه للفقراء. وكانت السيدة عائشة دائما تنفق وتطيب صدقتها وتعطرها وتقول لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. فلذلك نحن نستشعر من هذه القيم والمبادئ السماوية السامقة هذا الأمر، فنتعامل به في حياة الناس ونبثه. حتى خطبة الجمعة القادمة سيلقيها معالي الدكتور الوزير محمد مختار جمعة على منبر مولانا الحسين أكبر مساجد مصر، سيلقيها حول البر والخيرات والتفاعل مع المجتمع المدني. ونحن نخصص أيضا في خطب الجمعة على مدار 24 خطبة في العام تلقى ما بين الأعياد ما بين خطبة الجمعة، فيها جزء كبير جدا من البر والخيرات والحث على الإنفاق على وجوه الخير. طيب ندخل بقى يا فندم وجوه البر والخيرات الموجودة في فائض ريع مال الوقف، هذا أيضا ينفق على الفقراء وعلى المحتاجين وفق شروط الواقفين، ننفذها بحذافيرها من أجل أن نرفع يعني المعاناة على المواطن المسلم البسيط الذي لا يجد. خطوات تنفيذية بقى وزارة الأوقاف، المبالغ المخصصة للبر من زكاة من صدقات، الوزارة هتعمل إيه؟ أنا فاهمة أن في زيادة ليها وأن الأوقاف هتشتغل بشكل كبير في المجال ده، ونوحد والناس الجهود مع بعض والمجالات اللي البلد محتاجها والناس محتاجها نشتغل عليها بشكل أكبر في الفترة اللي جاية تنفيذا للمبادرة. نعم، نحن تنفيذا للمبادرة وتفعيلا لهذه المبادرة يعني كان في 100 مليون لسكن كريم من وزارة الأوقاف من فائض الريع لوزارة الإسكان من أجل أن تساهم في إسكان ملائم ومناسب للفقراء والمحتاجين. كذلك ساهمت وزارة الأوقاف في المرأة المعيلة عندما دفعت 50 مليون بطاقات ائتمان للمرأة المعيلة لرفع الحاجة عنها ولرفع العوز عنها. كذلك البطاقات الرقم القومي التي تؤهل المرأة من أجل أن تأخذ معاش كرامة وتكافل، ويمكن أن تحصل على هذا المعاش اللي إذا كانت لديها بطاقة رقم قومي. لذلك ساهمنا في 40 ألف بطاقة رقم قومي من وزارة الأوقاف، أيضا من مواردنا الذاتية ومن فائض ريع الوقف. كل هذا البيوت التي أنشأت، وكل حضرتك بتقوله ده هيزيد أكتر وهنتوسع فيه أكتر في الفترة اللي جاية، يعني هتضاعف وزارة الأوقاف جهودها والمبالغ المخصصة لأعمال الخير. نعم، أنا بشكرك فضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. طبعا احنا مكملين في الملف ده، لأنه مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة
يعني شايفين ان الوزارات بدأت تتفكر، بدأت تشتغل، استقبال برضو افكار جديدة، افكار من الشباب، ان كل مدعو للمشاركة، وانه احساسنا ببعضنا البعض مهم جدا في هذه المرحلة الحقيقة. عن دور المجتمع المدني، انا معايا على التليفون سيادة اللواء ممدوح شعبان، رئيس مؤسسة جمعية الأورمان. برحب بحضرتك معنا يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا إن شاء الله بهذا الخير اللي هيعم على كل مصر في كل مكان إن شاء رب العالمين. أنا مستشعرة طاقة إيجابية جدا من حضرتك وإنت يعني بتبدأ كلامك، يعني فأنا طبعا عارفة الأورمان وكتير من الجمعيات العمل الأهلي والمدني والخيرة أصحاب أيادي بيضاء الحقيقة يعني، لكن إزاي استقبلت هذه المبادرة والطاقة الإيجابية اللي أنا مستشعرها دلوقتي؟ هي المبادرة طبعا يعني أنا أول ما جت المبادرة كان في مكالمة على طول من مكتب السيد وزير النظام الاجتماعي، بكرة الساعة 3 عصر عاملة اجتماع ضخم جدا هيشترك فيه أكثر الجمعيات المهتمة بهذا الموضوع، مصر الخير، بيت الزكاة، بنك الطعام، يعني بنك نساء، الأورمان، كل ده هيكون موجودين عشان هذه المبادرة تتحط في مكانها تمام. كل ما هو في هذه المبادرة في المجالات الأربعة، المجالات الأربعة المهمة جدا، إن الإنسان المصري يعيش في مسكن كريم يليق به. أيوة. مسكن كريم وسقف وحمام وارضيات وابواب وشبابيك، كل دوت، وميه نقيه. بعد كده المجال الصحي برضو للانسان المصري من حقه، عمليات قلب، عمليات عيون، اجهزه تعويضيه، عمليات الشفاء ان شاء الله من مرض السرطان العين، العمليات كلها دي هتتم. المجال الثالث كمان لمساعدات الموسميه، احنا في شتاء لن نقبل ان مصر يعيش بردان، لن نقبل ان مصر ما عندوش بطاطين او لعفه او على الاقل يعيش دفيان هو واولاده. صحيح يا فندم. المجال الرابع مساعدات الموسميه في كل مكان، كراتين رمضان، دي كلها حاجات موسميه، كانت لحوم الاضاحي. هيجي بقى الاسره ديت المطلقه او الارمله اللي عندها بنات في الزواج، هنيسر هذا الزواج بزواج الايتامات، هنقول لها احنا ايدينك في ايديكني في ايدين بعض علشان ان شاء رب العالمين نبقى احسن بكرة أحسن. ويجي مشروعات مدنية الصغر، من أول مكانة الخياطة ليه مشروعات مدنية الصغر حرفي مهني، هتلاقي مبادرة من جميع الحاجة. وزارة التضامن عندها خريطة دقيقة لكل مصر ولكل أكثر احتياجا للقرى والأسر، هيتم التنسيق طبعا عشان عدم ازدواجية الاستفادة، عشان عدم نشتغل في مرحلة واحدة بإذن الله. وأنا أتوقع إن هيتم بدء العمل من يوم السبت، يعني في عمل السبت إن شاء الله بهذه المبادرة. طيب هنا بتبقى دايما الاشكاليه الفلوس، الاموال، التبرعات، وكمان ان كل منظمه او كل جمعيه بتكون متخصصه في مجال بعينه، يبقى هي عارفه الحته دي محتاجه ايه وبشتغل فيها ازاي. هل دول يعني يعتبروا من التحديات اللي ممكن نشتغل عليها تفعيلا للمبادره، التبرعات، وكمان ما نستاثرش بمجال ما، يعني كل الجمعيات تكون بتكمل بعضها وبتدي لبعض؟ طبعا زي ما كان حضرتك قلت بالظبط، هو يعني تكامل وتشابك الجمعيات ده هيتم بكره، بحيث ان كل جمعيه وكل مؤسسه كبيره هتشتغل في المجال بتاعها. لكن طبعا انا يعني مستشعر طمانينه تماما وخير ان المؤسسات الاقتصاديه ومصريين المصري الجميل هيبقى تبرعاته في هذا المجال. وانا بقول لكل مؤسسه اقتصاديه كبيره وكل انسان مصري في مصر، تعالى شوف فلوسك بتروح فين، شوف تبرعك هيروح فين، تعال احضر التوزيع، تعال احضر عملية القلب، تعال احضر عملية العيون، تعال شوف توصيل المية، تعال شوف اعمار المنزل، تعال بنفسك وزع اللي انت بتعمله من ايدك لايد المستفيد. عينك واحساسك ورؤيتك لينا اقوى مصداقية ان شاء الله. ويفرق كتير بالنسبة له. صحيح. انا طبعا بشكر شكرا جزيلا سيادة اللواء ممدوح شعبان، رئيس مؤسسة جمعية الأورمان، شكرا جزيلا. معايا كمان على التليفون دكتور حافظ ابو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان. مساء الخير دكتور حافظ، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة طيبة يا استاذ ربنا، زي حضرتك. اهلا وسهلا، الحمد لله. دكتور حافظ اكيد مدعو للمشاركة بكرة في اجتماع وزارة التضامن. طبعا لمناقشة التقارير الخاصة بمناقشات الحوار المجتمعي حول القانون الجمعيات، ثم بقى مقترحات الوزارة نفسها إن شاء الله نناقشها ونشوف نوصل لإيه. طيب
كان في دايما أصابع الاتهام بتشير لمنظمات المجتمع المدني في كتير من الأوقات، وحدك كنت معانا وياما تكلمنا عن الموضوع ده، لكن المنظمات اللي شغالة فعلا ودورها مفعل على الأرض وبتوصل للناس وبتساعدهم دلوقتي، الدعوة موجهة ليهم للتنسيق ومشاركة الحكومة وأجهزة الحكومة في أن الخير يعم على الجميع، حياة كريمة للمواطن المصري. إيه رأيك في هذه المبادرة دكتور حافظ، و من وجهة نظرك إزاي تتفعل، أو هل في تحديات أو مشاكل بعينها حضرتك شايفها وممكن نتغلب عليها علشان نوصل للهدف المنشود؟ أولا هذه مبادرة مهمة جدا، وطبعا من السيد الرئيس يعني هتأخذ أولوية ومهم وأهمية لسببين. الأول أنه البرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي مصر دخلت فيه بقوة خلال السنتين أو ثلاث سنوات الماضية، أثاره الجانبية أثرت على بعض الفئات وبقت فيه طبقات مهمشة وطبقات ضعيفة محتاجة مساندة اجتماعية عاجلة. وأدي أولى. الثانية أنه هذا الكلام يأتي بعد مبادرة الرئيس بتطوير قانون جمعيات، تالي رؤية حول تسهيل هذه عمل الجمعيات وتطوير عملها ومزيد من الحرية والعمل. بالتالي في ارتباط بين المبادرتين، واظن ده هيبقى يعني دعوه للمجتمع المدني للمشاركه بقوه في هذا البرنامج عزيز. وده بياخد اشكال متعدده، مش بس الجوانب الخير اللي اتكلم فيها اللواء شعبان من دلوقتي صحيح، انما في جوانب اخرى تنمويه للمنظمات التنمويه في التدريب التحويلي، في القروض الصغيره، في القروض متناهيه الصغر، في المشروعات البدايات المشروعات للشباب، اللي هو يعني مش مساعدات عاجله لكن الاستمراريه وابقى موفره دخل كريم على طول. بالضبط اللي هو مش العمل الخير، يعني العمل الخير ان انا بدي الناس مساعده مؤقته لوقت محدد او كذا، انما هو الاهم العيش بكرامه، معناها ان انا فرصه عمل، ان انا مشروع، ان انا اقدر اعمل دخل، توليد دخل بشكل مستمر للناس، بحيث انها تستطيع انها تواجه النفقات المتزايده والخدمات اللي اسعارها بتزيد وكذا. وبالتالي اعتقد ان ده دور ممكن المجتمع المدني يلعبه اذا اتيحت له فرصه وحريه وتشريعات تسهل العمل ولا تقيده. النقطه الثانيه ان احنا كمان ندعو المجتمع، منظمات الامم المتحده الانمائيه، انها تشاركنا وتشارك المجتمع المدني في مثل هذه المشروعات. صحيح، وده هيفيد جدا المجتمع المدني. مهم قوي. لا حضرتك لفت الانتباه لنقطه مهمه جدا، انه يعني نوسع القاعده اكبر، يبقى في تمويل اكبر عشان المنظمات دي تشتغل وبفاعليه تنفيذا للمبادره. طبعا المنظمات الدوليه منتظره فقط انه القانون يتغير وتاتي الى مصر بمزيد من الاموال تعمل بشفافيه. طبعا وهي منظمات امميه، يعني ليها مصداقية وليها خبرة طويلة جدا في العمل مع برامج المساندة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية وفقا لأن دي حقوق الإنسان الحقيقية اللي احنا بنتكلم عليها، إنه الحياة كريمة، حياة كريمة للمواطن المصري، إنه يعني حتى اللي ابتديت بيه إشكالية مؤسسات المجتمع المدني والكلام اللي أثير قبل كده وتبرعات وبتروح فين، لا حقوق الإنسان متعلقة إنه زي ما قال سيادة اللواء ممدوح شعبان، سكن كريم، صحة، مساعدات، حاجات ما نسيبش حد ابدا محتاج. الاجتماعية يا استاذة لبنى، المسؤولية المجتمعية لهذه المنظمات، جناحين، حقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية. صحيح يا سيد دكتور حافظ. انا بشكرك دكتور حافظ ابو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، شكرا جزيلا لحضرتك. قبل ما يدخل معانا دكتور حافظ وسيادة اللواء شعبان، انا كنت بقول لحضرتكم طبعا ان المبادرة دي احنا هنكمل فيها وهنتابعها، ونتابع الحكومة اللي اجتمعت على الفور وشافت هتشتغل ازاي، وكل واحد في نصيبه، كل بنصيبه، كل واحد في مجاله، والكل يتحمل المسؤولية. ومنظمات المجتمع المدني هي محطوطة قدام مسؤوليتها دلوقتي، انه لازم انكار الذات، لازم ننسق ونشترك مع بعض، لانه الاستئثار بالخير مش هيعود بنفع على حد، لكن احنا بنقول نوسع القاعدة الشعبية، القاعدة المجتمعية، ان كل المواطنين المصريين مدعوين دلوقتي ان احنا
نشعر ببعض ان بلدنا محتاجانا كلنا، محتاجه ان احنا ما نسيبش ابدا حد محتاج. الرئيس النهارده لما اتكلم عن ان المواطن هو البطل الحقيقي وهو اللي تحمل، وما فيش ابدا اصلاح الا بفاتوره بتدفع، والمواطن تقبل ده بنفس راضيه على الرغم انه الاعباء زادت، لكن احنا بنبص لقدام، احنا بنبص على ان بلدنا دلوقتي في محنة، بلدنا دلوقتي بتشتغل بتقف على رجليها، مشروعات وإنجازات مين اللي عملها؟ رئيس لما بيتوجه له تحية بيقول ما توجهليش أنا تحية، لنا ولا الحكومة، إحنا مش هنشتغل ولا هنعرف نعمل حاجة إلا بحضرتكم، إلا بالشعب المصري. الإنجاز مصري، العقول مصرية، الأيادي مصرية، واللي بيتحمل مصري، واللي بيشترك في المسؤولية دي مصري. فبالتالي الناس اللي الفاتورة عندهم أزيد ده دورنا، لأنه إحنا عايزين نعدي هذه المرحلة. وتحية للشعب المصري وتحية للدولة المصرية إن إحنا دلوقتي محتاجين كلنا في مركب واحدة، بنشتغل مع بعض، بنساعد بعض، أي حاجة إيجابية وأي طاقة إيجابية بنشعر بيها جميعا. مع بداية السنة الجديدة لما عملنا حصاد كده لأهم المجالات وأهم الملفات اللي ما تمش الاقتراب منها من سنين طويلة، وشفنا إن في شغل اتحقق، قلنا ونكمل، ولسه عايزين في حاجات تانية، ولسه عايزين شغل تاني. دلوقتي بنتكلم على شغل ما يقلش أهمية أبدا عن المشروعات اللي بتتم على الأرض، إنه ما حدش يقع في الطريق، ما حدش يداس عليه، إن الناس اللي التعبانة أو المحتاجة دورنا إحنا، دورنا إحنا، مش دور الدولة لوحدها، مش دور حكومة لوحدها، لكن مجتمعات مدنية، منظمات، مجتمع مدني، الشباب، شيوخ، رجال، نساء، الكل مدعو لهذه المشاركة. حياة كريمة، حياة كريمة للشعب المصري، ده ما يستحقه بالتأكيد.